كتير مننا وهو كان قاعد مثلا وبيقوم او كان نايم وقام من مكانه ساعات بيحس بدوخه كده بتحصل فجاه، نيجي نقف نحس بزغلله. الموضوع ده بيحصل بسبب انخفاض ضغط الدم، وبيكون الانخفاض ده سريع وقصير وبيرتبط بمشكلات صحيه اخرى، يعني بيعرف باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي. الدراسات توصلت حديثا لعلاج فعال للدوار ده او الدوخه زي ما بنقول، وكمان العلاج بدون تكلفه بدون استخدام الادويه من خلال بعض التمرينات اللي نعملها بكل بساطه كده وبشكل بسيط، لان احنا يعني نبسط العضلات. ورغم ان اكتر اعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي شيوعا هي الدوار عند الوقوف بعد الجلوس او الاستلقاء، الا ان عاده ما بتستمر الاعراض لفتره اقل من دقائق او عده دقائق كده يعني، لكن الاعراض بتتضمن ايضا الرؤيه الضبابيه اللي بنقول عليها زغلله العين، الضعف وفقدان الوعي، الاغماء، التشويش او الغثيان، لكن اشهرهم طبعا ان الواحد يقوم كده يحس ان هو دماغه بتلف. صحيح، بتحصل كتير لما اكون مثلا قاعد ومره واحده كده تقوم، فبالتالي يقول لك والله انا دروخت وايه اللي حصل، او بيستغرب كده اول ما البني ادم بيقوم. لان الباحثين قالوا في الدراسه اللي بنتكلم عنها النهارده ان بعض التمارين العضلات البسيطه قبل ما نقف او بعدها ممكن انها تحد من تاثير انخفاض ضغط الدم الانتصابي اللي هو المرض او الشيء الظاهره اللي بنتكلم عنها النهارده. هي بتحصل كاجراء وقائي، او التمارين دي بتحصل كاجراء وقائي بشكل عام. الدراسه اتعملت على عدد من الشابات اللي عندهم تاريخ مرضي مع انخفاض ضغط الدم الانتصابي. تم اختبار تمرينين، اولا رفع الركبتين بشكل متكرر اثناء الجلوس لمده 30 ثانيه قبل الوقوف، وده طبعا من خلال الساقين لمده 30 ثانيه برضو، ان انا يعني احرك الساقين لمده 30 ثانيه قبل الوقوف. يبقى كده معانا تمرينين بعد الوقوف، واحده قبل الوقوف واحده بعد الوقوف، وبعد علشان لما تقوم يعني ما تدخش، سواء علاجي او اعمل كده علشان الموضوع يبقى وقائي ما يحصلش. انا عندي طريقه تانية اسهل. قولي. تقوم بالراحه يعني ما تقومش فجأة، لأن هو القوم الفجأة ده القوم الفجأة ده هو اللي بيعمل المشكلة يعني. هيحل الموضوع. أما هيقرر إنه لو هو مستلقي مثلا وهيقوم، يقعد الأول ثواني كده يشوف نفسه هو مركز قادر يقوم، وهو قاعد برضو يتابع كده يعني هو كان سرحان كان قاعد وقت طويل. الكلام ده برضو ليه تأثير يعني. أسهل بقى من لسه هعمل تمارين كمان عشان أقوم وأقعد ده. هو بصراحة على ما الواحد يفكر يعمل تمارين على ما يقوم الدوخة راحت يضيع وقت. ما هو راحت اهو، شفتي هم عاملين عشان كده. بس الحل فعلا اللي يجيب من الآخر زي ما انت بتقولي، اللي هو مسألة قوم بالراحة في التأني السلام. الامور مش محتاج مش مستاهله وراناش حاجه اصلا، لان هي مش هتيجي على الثواني اللي انت هتتأنى فيها. لو تلاحظ الموضوع ده بيحصل لنا امتى؟ بيحصل لنا اول ما بنقرر ان احنا نقوم فجاه يعني يعني مثلا مستعجلين، او التليفون بيضرب، او الباب جرس الباب بيرن، يعني الحاجات دي بتخلينا نقوم فجاه كده فتلاقي نفسك ضغط. لكن لو انت بتقوم فعلا بتأني وعلى مهلك كده وبالراحه، هتلاقي الامور ان شاء الله ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي. وطبعا احنا مع التمارين يعني، وخصوصا ان هي تمارين بسيطه برضه. صحيح، لان هي الفكره كمان ان الجسم، انا مش بحلل علميا مش دكتور، بس هي الفكره والدراسه هتشرح ده اكتر، ان الجسم هو الاعضاء بشكل عام كل عضو شغال كده يعني، لو بنبسط الموضوع شغال بيعمل وظيفته. انت مره واحده قمتي كده لخبطتي الدنيا، خاصه لما يكون الامور متعلقه بالمخ والدماغ. يعني الاعضاء كلها كانت فكرت ان انت قاعد ومريح، مريح فانت على فجأة كده فجأة خضتها هي مستمة نفسها على كده انت مرة واحدة رحت واقف، فبالتأكيد طبعا ده بيعمل مشكلة بالنسبة لها. بس هي الموضوع بتبقى دوخة، هي بتحصل، انا شخصيا بتحصل لي وممكن ناس كتير بيحصل لها الموضوع ده، بتبقى دوخة وحشة قوي يعني، دوخة تزعل. هي بس لو طولت يعني، ممكن يعني لو ممكن وقتها بعدها يقع، ممكن بعدها لو يقع وقتها طول، لكن هي ما بتاخدش يعني دقايق، يمكن ثواني كمان يعني. بمجرد ان انت بتهدى كده يعني، تاخد ثواني كده ثابت في مكانك، الامور بتتظبط يعني. بس انت لسه كمان في الدراسه احنا لسه بنقول بان ممكن من اعراضها الاغماء،
ما هو بتبقى على حسب بقى، يعني بتفرق من جسم للتاني شدتها طبعا، وعلى حسب هو بقى متغذي نام كويس حالته ايه بالظبط، وظائف جسمه عامله ازاي. هو لو متغذي يعني كويس يخليه قاعد ويريح بدل ما يقوم القومه المستعجله دي بالذات لان هم يعني زي ما بنقول كده يعني ازاي قدروا ان هم يعرفوا ده، لان لقوا ان هم لما راقبوا معدل ضربات قلب الناس اللي طبق عليهم الدراسه او هم قايلين المشاركات، مش عارف ليه هم اختاروا تحديدا يعني سيدات المشاركين. انت لقى هم قالوا الشابات في الاول وبعدين دلوقتي المشاركين. ليه الشابات؟ ما اعرفش، هم يعني قالوا الشابات والله يعني عايز تتهمها فينا وخلاص يعني ما اعرفش والله. هو بس هو يعني عارف ليه؟ اقول لك عارف ليه؟ من كتر المجهود اللي احنا بنعمله. برافو. لكن يعني فيها كده القعده على الكنبه دي مش بتاعتنا يعني صح. فاحنا اول ما بنقوم يعني بتلاقينا دخنا لا وانتوا بتحتاجوا تقوموا كتير بصراحه، وانت عارفاني دايما باكد على مشارك الموضوع ده. ايوه طبعا انت مناصر لقضايا المراه، احنا معانا مؤكدين في اكتر من حلقه دايما مؤيد في الموضوع ايوه بالظبط كده يعني هو ده قلق وخوف عشان تروح البيت بس. أيوة سالم غانم هو واضح كده ان في كلام في الموضوع ده، لان سواء المشاركات او المشاركين اللي اتعمل عليهم الدراسه وجدوا ان في مشكله بتحصل اثناء التجاوب مع ده في ضغط الدم، مع وجود طبعا فاصل زمني ما بين ضربات القلب وضغط الدم، لان معروف ان ضغط الدم الموضوع ليه ضغط الدم ليه علاقه كبيره طبعا، او الموضوع كله مرتبط بمساله القلب وبالتاكيد بيأثر على الدماغ، اذا هي كلها وظائف عضويه حيويه زي ما بنقول في الامور المتعلقه باعضاء الجسم. طلبوا من المشاركين بنات واولاد ان هم يبلغوا او يقولوا عن ايه هي الاعراض لانخفاض ضغط الدم الانتصابي بالإضافة للشعور بالدوار أو الدوخة زي ما احنا بنقول. الباحثين قالوا أن كل التمرينات وتمرينين تحديدا اللي هم الخاصين بالركبة والساق قالوا أن هم عملوا فرق كبير جدا في الحد من الانخفاض المؤقت في ضغط الدم، وأن هو يخفف من أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي. الحقيقة هو اسمه لوحده في حد ذاته يدوخ، هو ضغط الدم الانتصابي احنا بنقوم ندوخ يا جماعه، الموضوع بسيط مش لازم يعني كل حاجه مفسرها علميا قوي كده فتحس ان الامر صعب، يعني كل حاجه بسيطه خدي الامور بالراحة. ببساطه. أيوه. يا شجره الدوخ. ايوه بالظبط. لا ده هو المشكله كمان ان الموضوع ده بيحصل للناس مثلا اللي عندها فقر دم او يعني انخفاض في نسبه يعني عندها انيميا يعني او مشاكل في ضربات القلب او يعني هتلاقي في مشكله ما راجعه للموضوع، الى جانب ان الاهتمام بالتغذيه والنوم الجيد جوده النوم دي بتساعد على ان الامر ده ما يحصلش يعني. فنحاول احنا معاكم بنعرفكم الجديد في الدراسات ونحاول مع بعض كده نلاقي طريقه لطيفه ل اسلوب حياتنا علشان نكون اكثر صحه.